ساقا مع التجارب السابقة التي ذكرتها حضرتك والتي يذكرها السودانيون في هذه المرحلة رغبة منهم في أن يتلافوا ما كان حاصلا فيما مضى، ما هي المشكلات التي اعترضت طريق إتمام السلام في مراحل تحول سابقة للسودان يمكن تجاوزها في هذه المرحلة أو ينظر إليها على الأقل بقدر من الحيطة والحذر؟ السودان مرت بعدة مراحل بتاع انتقال سياسي. السودان مرت بمرحلة انتقال سياسي في 56، السودان مرت بمرحلة ثانية في 64، وكذلك في 85. في كل هذه المراحل مسألة السلام ما كانت يعني أخذت موقف طبيعي، أو بالأحرى لا توجد إرادة سياسية لدى المركز في أنه تعالج قضايا الحرب والسلام في السودان. عشان كده زللنا بندخل في حلقة المفرقة أو حلقة الشريرة، تكون في حكومة مدنية ضعيفة وتجب تعقبها حكومة عسكرية وكده. الآن أنا أفتكر في مناخ جديد، في فرصة وفي إرادة سياسية جديدة، والهم من ده كله كل الشعب السوداني الآن وصلت لقناعة أنه بدون حل مسألة السلام أو معالجة القضايا بتاع الحرب، السودان ممكن تمشي في اتجاهات مختلفة، ممكن تنهار الدولة السودانية، وانهيار الدولة السودانية هتكون له أواقب الوقيمة مش على السودان حتى على الإقليم. عشان كده أنا سعيد خالص إنه الاجتماع ده بتنعقد في القاهرة، ومصر دولة جارة للسودان، استقرار مصر تعني استقرار السودان، والعكس برضو. فخامة الرئيس السيسي هو رئيس الاتحاد الافريقي ورئيس لمصر، ومصر زي ما تفضلت انه يعني دولة مهمة، فبالتالي السلام واستقرار السودان مهم خالص. وانا زي ما قلت انه بالنسبة لنا نحن كسودانيين ولجيراننا وأشقانا في العالم العربي، فأنا متفائل في إنه في فرصة الآن، مناخ مختلف من التجارب السابقة، وأنا أفتكر بالجبهة السورية، بوحدة الجبهة السورية والقرار التاريخي اللي اتخذته الجبهة السورية لما توحدت في جوبا، إنه نحن توحدنا في جوبا ماش نمشي نحارب، لكن توحدنا في جوبا من أجل السلام. فأنا أفتكر إن إحنا متمسكين بالقرار ده وبنمشي في اتجاه بتأنه نحقق سلام. لماذا يبدو الحديث عن إحلال السلام في السودان أو عن قضايا السلام في السودان في هذه المرة مختلف عن المرات السابقة التي استعرضت بعضها في مراحل التحول السوداني؟ لماذا يبدو أن هناك إدراكا حقيقيا لأهمية السلام في هذه المرة؟ أنا أفتكر في فرص الآن، والفرص ما كانت موجودة في السابقة، والأهم منه أنه الإرادة السياسية. نحن جلسنا في جوبا مع الوفد الحكومي، جات من الخرطوم بتمثل مجلس السيادة، وفي أقل من يومين أو ثلاثة أيام استطعنا إنه نوقع الإعلان الجوبة، وبشكل أساسي إجراءات بتاع بناء ثقة وتحيات المناخ للتفاوض. تلمسنا في الاجتماعات في إنه هنالك جدية ورغبة من الطرف الآخر في إنه الناس تصل للسلام. المناخ العام والمزاج الإقليمي ودول الجوار، زي ما تفضلت إنه مصر دولة مهتمة بالاستقرار بتاع السودان، لأن استقرار السودان استقرار بتاع مصر، وكل الدول الثانية بما فيها جنوب السودان وتشاد، كل الدول ده يعني الآن مدركة لأهمية الاستقرار في السودان. فأنا أفتكر ده فرص، والفرص ده نحن ممكن نستغلها كشعب سوداني في إن نحن نتوحد وكلنا ندفع في اتجاه بتاع سلام. وأنا متأكد السودان ممكن يعني تتماسك، والسودان ممكن تعبر المرحلة التاريخية الدقيقة الحاسة في السودان تمر به، وبدل السودان تمشي في اتجاه بتاع انهيار، السودان ممكن تمشي وتنهض وتبقى دولة مستقرة ورائدة. السودان بلد واعد، بلد يعني فيها موارد، بلد شاسع، عندنا موارد كثيرة خالص، لكن المفقود في السودان هو مسألة الاستقرار في السودان. وأنا أفتكر أنا متفائل خالص في إنه نحن نستغل الفرص المتاحة أمامنا الآن كسودانيين، وندفع في اتجاه بتاعه إنه نحقق السلام، ونحن كجبهة سورية ذاته نتحول لمعارضة، لنكون جزء من المؤسسات الانتقالية، وبعدك نبدأ نشتغل نشاطنا السياسي ونجهز أنفسنا لمرحلة التحول الديمقراطي، ونساهم مع كل شعب السودان في اتساقا مع